واحد بيقول المسيحية بها العديد من التغلب من التفلسف الغير الصحيح. مرة واحدة كده أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا لمرضيكم الآخر. فكيف يمكن لمسيحي أن يحب عدوه وأن يسامح المخطئ إليه؟ مثلا لو واحد اغتصب أخته فكيف يسامحه؟ واحد قال له كده، فقلت له إن المسيحية بها آية أخرى تقول احتملوا وسامحوا على قدر استطاعتكم. المسيحية بتقول إنك أنت تحب أعدائك وتفصل من مبغضيك، لكن بتقول أيضا إنك أنت ممكن أن تطالب بحقك. وبولس الرسول من أكبر الأمثلة على المطالبة بالحق، وأنا شرحت لكم دي قبل كده، ودي ملهاش دعوة بعدم المسامحة. يعني الحق ياخذ مجراه، ولما المخطئ ياخذ عقوبته دي كويسه ليه، علشان يتوب وعلشان غيره يتوب. لكن انت لا تنتقم لنفسك، خلي القانون هو اللي ياخذ حقك.